أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوكل على الله. النهاردة عندنا بإذن الله محاضرة صغيرة، وهي عن الكارديو فاسكولار سيستم، استكمال لكشر 5 بتاعة الكاردياك سايكل. فنتوكل على الله ونبتدئ الكلينيكال أبليكيشن أوف كاردياك سايكل. CVS Central Cardiovascular System الهارت Lecture 5 عن الـ Applications الـ Clinical Applications of Cardiac Cycle. الحقيقة يا أولاد عندنا في الـ Cardiac Cycle خدنا 8 طائرات. الـ Cardiac Cycle دي مش بناخدها حاجة أكاديمية، دي من الثمان حاجات عندنا 6 تطبيقات. فالأربعة الكبار اللي هم الثلاثة بريشر، فنتريكولار بريشر، أورتيك بريشر، إيترال بريشر مع الفنتريكولار فوليوم، دول لهم تطبيقات. الأربعة الكبار تطبيقات إكلينيكية مفيدة جدا. طبعا الإي سي جي تطبيق إكلينيكي مهم لوحده، ده خدناه في محاضرتين. التطبيق السادس هناخده اللي هو الهارت ساوندز. الهارت ساوندز حاجة مهمة جدا في الطب يا أولاد. عندنا من الثمانية في 6 تطبيقات. يمكن 2 اللي مش هناخد عليهم تطبيقات، اللي هو الكروناري بلاد فلو، اللي عرفنا اهم معلومة عليه انه المينيمال كروناري بلاد فلو بيحدث في الايزومتريك كونتراكشن فيز او ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، بينما الماكسيمم كروناري بلاد فلو بيحدث في الايزومتريك او ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. الحاجة التانية اللي مش هناخد عليها تطبيق اللي هي الفالفز تقفل وتفتح امتى، ما هي دي التطبيق بتاعها هو الهارت ساوندز. فاكشوالي 6 out of 8 changes لهم clinical application. فنتوكل على الله ونبتدئ التطبيق الاول، وهو على الرايت اتريال بريشر changes. الأول في عجالة كده أحب أوريلكو، نرجع تاني ندرس الـ Right Atrial Pressure Changes. كنا خدناهم، فاكر كان في عندنا 3 positive waves، بدل ما تقول آسف معرفش تقول آسف أعرف ACV لو كنتوا فاكرينهم، و 3 negative waves X و X dash و Y. فتعالوا نبص عليها الأول على الرسمة بتاعتنا الحقيقية اهي. قلنا لو في عجالة كده ان الـ A اللي هي اول positive wave سموها ليه ايه؟ عشان البريشر بيزيد في الاتريا بسبب الاتريال سيستول، فالبريشر بيزيد في الاتريا. بعد كده الاتريا يفضي في الفنتريكل فالبريشر يقل. طيب اما السي ليه سموها سي يا اولاد؟ عشان سببها الكاسبس. الكاسبس اللي هم الليفلتس الوريقات بتاعه الفالف، ان لما الفنتكل بينقبض في الايزومتريك كونتراكشن فيز، فاللي بيحصل كالاتي. تخيل في الايزومتريك كونتراكشن فيز الفنتكل بينقبض، فالبريشر في الفنتكل في هذه الحاله بيزيد، بيوصل 80، فالكاسبس تعلى في الاتريا. فما تعلى الكاس يحصل بلج في كاس، البريشر يزيد. بعد كده في الماكسيمم ايجكشن قلنا الفنتكل بيقصر، البابيلاري ماسل بتقصر، بتشد الكورده تنديني لتحت، بتجيب الكاسبس لتحت، فالبريشر بيقل. ايفن بيبقى مش بيقل تو زيرو، قلنا دي مهمه جدا، بيبقى نيجاتيف. بعد كده قلنا الاكيوميليشن اوف فينس ريتارد في الاتريا، الاكيوميليشن اوف فينس ريتارد في الاتريا بيعمل الفي، يبقى في فور فينس ريتارد. يبقى تاني يا اولاد، A for atrial contraction، دي اول مره زاد فيها البريشر في الاتريا، A for atrial contraction. تاني حاجه C for cusps، ان حصل bulge of cusps في الاتريا في اثناء الايزومتريك contraction phase. وبعدين V for accumulation of venous retard في الاتريا، لما بعد كده الفنتكل بياخدهم في الماكسيمم فيلينج وديوس فيلينج، بيبقى عندنا الواي. فده اللي هو التغيرات. برضه لاحظنا حاجة لطيفة، إن قلنا إنه في العموم
البريشر في الاتريا اقل من الفنتريك، يعني الكيرن الاحمر اهو بتاع الاتريا ده تحت اقل من البريشر في الفنتريك اللي هو الكيرف الاسود الكبير ده اللي هو الجبلين وادي. طيب تاني ملحوظه لاحظنا ان ودي مهمه جدا، ان الاتريال بريشر اللي هو مفروض اقل بكتير من الفنتريكولار بريشر بيبقى اعلى، بيبقى اعلى من الفنتريكولار بريشر في ثلاثه فيزيس قلنا عاوزين نحبهم، فاكرهم اهم هجيبهم لك على الصوره اللي هو 7 و8 و1. ليه؟ لان في الحاله دي بينتقل البلاب من الاتريا للفنتريكلز، يبقى لازم البريشر في الاتريا يبقى اعلى من الفنتريكل. فالخط الاحمر بيتخطى الخط الاسود بتاع الفنتريكل في ثلاثه فيزيس فقط للاوائل 7 8 و1 اللي قلنا عاوزين نحبهم. قلت في 7 و8 اللي هو الماكسيمم فيلينج وريديوس فيلينج الفنتريكل بنفسه بيسحب 70%، الريميننج 30% اللي فاضلين دول بيضخهم الاتريا في فتره الاتريال ستول. وعشان كده قلنا يا اولاد ان المين فانكشن اوف اتريا، افتحوا ودنك بقى معايا، از نوت تو بامب بلاد، الاتريا ما بيضخش الدم، الفنتكل بنفسه بيسحب 70-80%. في بعض الجامعات يقولوا 70 وفي البعض الاخر يقولوا 80%، يبقى كام؟ 20-30% دول بيضخهم الاترا في الاترا الستولي، يبقى ده بيسحب 70-80 بنفسه الفنتكل، انما ده يضخ عندنا 20-30%. عشان كده المين فانكشن الاترا از نوت تو بامب بلاد، انما بلاد ريزرفوار. طيب ده كان في عجالة قلنا مع بعض ال pressure changes في الاتريا. عايزين بقى نحط الكيرف المنحنى بتاعها اهو، تعال نشوفه. ده اول تطبيق الرايت اتريال بريشر تشينجز. طيب يعني واحد يقول لي ازاي هندخل نقيس البريشر في الرايت اتريا؟ اولا ممكن نقيسه بطريقه سهله قوي، ان بندخل في اثناء العمليات الجراحيه في الجاجولار فين بندخل تيوب هنا، والتيوب دي بتستقر في الرايت اتر، وحتى في الحاله دي الرايت اتر هو السنتر بتاع كل الفينز، فبنسميه خليها في ودنك هنرجع لها بعد كذا محاضره، يسموها السنترال فينوس بريشر. يعني الرايت اتر بريشر ده ليه تعبير تاني انساه دلوقتي هناخده ليتر اون، الرايت اتريوم هو السنتر اللي بيصب فيها كل الفينز، فالبريشر فيه يسموه سنترال فينوس بريشر. ففي اثناء الجراحات بندخل كاثيتر في الجاجولار فين للسوبيرو فينا كيفا تستقر تحت في الرايت اتريوم ونقيس البريشر في الرايت اتريوم، حتى بنبقى الكاثيتر دي بنوقفها عند الجنكشن السوبيرو فينا كيفا برايت اتريوم. انسى الموضوع ده دلوقتي، انا بديكي تطبيق اكلينيكي سهل دلوقتي، حضرتك مش هندخل كاثيتر ولا حاجه، انت هتنيم العيان في زاوية 45 كده، وبعدين يعود راسه الناحية دي وبتبص انت على الجاجولار فين، فالجاجولار فين بيعكس تغيرات في الرايت اتريوم. ليه؟ بص معايا، لا يوجد اي فالف بيفصل السوبيرو فينا كافا او الانفيرو فينا كافا عن الرايت اتريوم، مفيش اي فالف لا في السوبيرو ولا في الانفيرو، خلينا في السوبيرو. يبقى السوبيرو فينا كيفا ده بص معايا للرسمه، شكله كانه عامل زي المانومتر بتاع الرايت اتر. السوبيرو فينا كيفا شكله اليف اتيز امانومتر فور رايت اتر. وطبعا فوق بقى في السوبيرو فينا كيفا في الجاجولار فين. فالرايت اتريال بريشر اللي هو بيعمل اي وسي وفي ويف بيؤدي الى نفس الثلاثه ويفز دول في الجاجولار فين، فيسموها جاجولار فينس بالس. يعني بمعنى اخر لو زاد البريشر في الرايت اتريوم هنا اهو هيزيد في الجاجولار فين، قل هيقل. فلو بصيت على النك بتاعه المريض، بس طبعا ما بتبانش بوضوح يا اولاد في الشخص الهيلثي. ليه؟ لان الشخص الهيلثي الفين ما بيمتلئش غير لمسافه قصيره جدا. لكن بنفرض في شخص ديزيز عنده البريشر زايد، هتشوف ان الجاجولار فين
بيعمل نفس الثلاث نبضات دي، يعني هتلاقيه بيتموج ثلاث مرات، بيلعب ثلاث مرات A و C و V. قلنا الـ A سببها atrial سيستول، الـ C الكاسبس بولجينج، الـ V الفينس تيرد اكيوميليشن ان دي رايت اتريوم. وبعد اما النيجاتيف بارت بنسميها اكس واكس داش وواي. يبقى هل يمكن تسجيل الرايت اتريال بريشر تشينجز ان كلينيكال؟ الاجابه نعم. فين؟ عن طريق الجاجولار فين. الجاجولار فين اكس از مانومتر، كانه مانومتر بتاع الرايت اتريال. لو البريشر زاد هنا هيزيد هنا، قل هنا هيقل هنا. يبقى هيتموج هيلعب ثلاث مرات A C V. طب في بعض الجامعات وفي البعض الاخر لا، في بعض الجامعات مكتوب عندهم الكلينيكال امبورتنس، البعض الاخر ما عندهمش اللي عندهم، لكن التطبيقات جميله. احنا قلنا ايه سبب الاي وي يا اولاد؟ اتريال ستول، الضغط بيزيد في الاتريوم، الاتريوم انقبض. اذا العيال اللي عنده اتريال فايبريليشن، يعني الاتريا توقف على الانقباض، الاتريا بيرتعش بس مفيش انقباض، يبقى تتوقع انهي ويف تبقى مش موجوده؟ الاي ويف. ادي التطبيق الاكلينيكي، لو الاتريا ما بيعملش ستول وفي حاله اتريال فايبريليشن، واحد من اشهر الامراض في الطب اسمه اي اف اتريال فايبريليشن، هنلاقي مفيش اي ويف. طب تاني تطبيق حاجه اسمها كانون اي ويف. كانون يعني زي المدفع، تبقى قويه جدا. امتى دي تحصل؟ مفروض الاتريا ينقبض وراه الفنتكل، الاتريا ينقبض وراه الفنتكل، ما ينقبضوش مع بعض ابدا. لكن لو حصل اتروفنتريكولار ديسوشيشن، يعني الاتريا بينقبض لوحده والفنتكل لوحده، ودي بتحصل امتى؟ لو الباندل اللي بيوصل الكهرباء من الاتريا للفنتكل هو الاتروفنتريكولار باندل اتقطع، يبقى الاتريا شغال في وادن بالاس انود والفنتكل قلنا مش هيقف. فاكر لو الاتروفنتريكولار باندل اللي هو الكابل الوحيد اللي جايب الكهرباء من الاتريا للفنتكل اتقطع، وقلنا اتقطع يعني اتقفل البلاد سبلاي بتاعه، مفيش سكينه هتقطع. يبقى الاتريا لوحده شغال، البيس ميكر بتاعه هو الاس انود، والفنتكل مش هيقف، هيشتغل بحاجه اسمها ايديوفنتريكولاريزم. ده يسموه لما يحصل كومبليت كات يسموها ثيرد هارت بلوك، هناخدها ثيرد ديجري هارت بلوك، يعني الدرجة الثالثة بالهارت بلوك. في الحالة دي ممكن يحصل مصادفة ان ينقبل الاتريا والفنتكل في ان واحد، خلاص. فلما الاتريا ينقبض في مواجهة الفنتكل هيضطر ينقبض فورس جامد جدا، فتلاقي الاي ويف بالعكس قوية جدا. يبقى لو الاي لو الاتريا ما انقبضش خالص زي في الاتريا فايبريليشن يبقى ابسنت اي ويف. طيب لو الاتريا حصل كومبليت ديسوشيشن ما بين الاتريا والفنتكل، وهذا يحدث في حالتين مشهورين، في الثيرد ديجري هارت بلوك مفيش كهرباء جايه من الاتريا للفنتكل، ده شغال في وادن وده في وادن اخر، فممكن ينقبضوا قصاد بعض فيضطر الاتريا ينقبض بقوه. او لو في حاله في اكتوبيك فوكس في الفنتكل عامله فنتريكولار تاكيكارد، يبقى بتشغل فنتكل في وقت ملوش علاقه بالاتريا، يبقى عندنا في هذه الحاله كانون اي ويف. طب تطبيق ثاني جميل وفي نفس الوقت سؤال ام اس كيو، الاتريا الاي ويف سببها ايه؟ اتريال سيستول، يبقى بتعكس الاتريال كونتراكشن او الاتريال اكتيفيتي، ده سؤال ام اس كيو خد بالك منه. اما السي ويف سببها ايه؟ سببها البالج اوف كاسبس، الكاسبس بالج، فبتعلي البريشر في الاتريا. طب ده بيحدث بسبب ايه؟ بسبب الايزومتريك كونتراكشن، الكونتراكشن بتاع الفنتريكل. يبقى اذا السي ويف بتعكس الفنتريكولار اكتيفيتي، الاي بتعكس الاتريال اكتيفيتي، سؤال ام اس كيو مهم جدا. بينما السي ويف بتعكس البالج اوف كاسبس، بيحدث ايزومتريك كونتراكشن، بتعكس الفنتريكولار اكتيفيتي. يبقى الاي بيمثل الاتريال اكتيفيتي والسي بتمثل الفنتريكولار اكتيفيتي. طب يبقى الاي سي انترفال، الاي سي انترفال تماثل البي ار انترفال في الاي سي جي، وفي الحاله دي ممكن حضرتك تروح راسس معلومات البي ار انترفال، امتى تطول امتى تقصر، نورمالي قد ايه، تجيبها من الاي سي جي. كان هذا هو التطبيق الاول يا اولاد، اللي هو
right atrial pressure changes او هنشوفه في الجاجولار فين في العيانين اللي عندهم البريشر بيبقى عالي هنقولهم في مرحله لاحقه زي بتوع الرايت سايدد هارت فيلير هنشوف نفس الثلاث موجات الاي والسي والفي اي فور اتريال كونتراكشن وتعكس الاتريال اكتيفيتي سي فور كاسبس بلجنج وتعكس الفنتريكولار اكتيفيتي في فور فينس ريتيرن اكيوميليشن طب وايه التطبيق الاكلينيكي الاي عليها تطبيقين ان الاي سببها الاتريال كونتراكشن يبقى لما مفيش اتريال كونتراكشن زي في الاتريال فايبريليشن نو اي ويف لو الاتريا انقبض بعنف لانه بينقبض قصاد الفنتريكل الكبير وده يحدث امتى لو في انفصال ما بين الاتريا والفنتريكل اتروفنتريكولار ديسوشيشن وهذا يحدث لو في هارت بلوك مفيش كهرباء جايه من الاتريا للفنتريكل كل في واد سموها الثيرد ديجري هارت بلوك او لو في اكتوبيك فوكس بتشغل فنتريكل في وادي تاني غير الاس انود فنتريكولار تاكيكارديا في الحاله دي هنلاقي كانون يعني مدفع كانون اي ويف اما قلنا الاي ريبريزنتس اتريال كونتراكشن والسي ريبريزنتس فنتريكولار كونتراكشن يبقى اذا الاي سي انترفال تماثل البي ار انترفال ان اي سي جي كان هذا هو التطبيق الاول يا اولاد ننتقل للتطبيق الثاني اللي هو ال اورتيك بريشر تشينجز ونقوله في عجاله نذكرك ده خد بالك الاتريال بريشر تشينجز بيبقى واطي فبيبقى تحت هنا في الكيرف انما الاورتيك بريشر تشينجز بيبقى فوق خالص كنا قسمناه لو كان عندك ذاكره كويسه الى قسمين في الثمانيه فيزز في فيز واحد بس بيزيد فيه البريشر في الاورتيك فاسمه ascending يعني صاعد or anacrotic يعني بنبني فيما عدا هذا الفيز في السبعة فيزز الباقيين البريشر في الأورطة في العموم بينقص بالشكل ده وقلنا طبعا لازم تراعي ان النقطة دي تتطابق مع دي لانها سايكل بالمسطرة وانت بترسم قلنا لو فكرت مين الفيز الوحيد اللي يصلح ان يزيد فيه الأورطيك بريشر واسمه فتحه ماكسيمم ايجكشن لان كميه الدم اللي بتبقى ايجكتد في الاورطه اكتر من اللي بتخرج من الاورطه فعشان كده البريشر بيزيد في الاورطه يبقى في الماكسيمم ايجكشن فيز في فيز رقم 3 ده الوحيد اللي هو اسيندنج اور انكروتيك وقلنا في نقطه الاوائل يا اولاد طب ارسم البريشر اعلى ولا اقل من البريشر في الفنتريكل فكر سمبل فيزيكس الدم pumped from ventricle to aorta يبقى لازم البريشر في الفنتريكل اسود يعلو البريشر في الاورطة الاحمر طيب فيما عدا ذلك البريشر بيقل في الاورطة ونسمي ده descending or catecrotic limb طب للاوائل ده بينقسم لاربعة في الاول يقل وفي الاخر يقل ادي اتنين ليه في الاول بيقل لان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريديوسد ايجكشن كميه الدم اللي بتدخل اورطه من اسمها ريديوسد قليله ففي الماكسيمم زاد في ريديوسد يقل طب في الاخر يقل ليه لان البلاد از ليفينج ذا اورطه تو ذا بريفيرال فيسل ليفينج ذا اورطه تو ذا بريفيرال فيسل ليفينج ذا اورطه تو ذا بريفيرال فيسل عشان كده خد اكتر من فيز يبقى دي اتنين في الاول قل وفي الاخر قل يجي ما بينهم اتنين بقى هم دول اللي بيتسالوا الداي دايكروتيك دايكروتيك يعني اثنين نوتش ويف دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف ايه سبب دايكروتيك نوتش قلنا سادن كلوجر اورتيك فالف طب وده يحدث امتى قلنا الاوائل اهم معلومه في الكاردياك سايكل ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول اللي هو الخطين ده وهو ما يبدو منطقي ان بعد السيستول بعد ما الفنتريكل عمل سيستول انقباض وضخ الدم في الأورطة في لا بينغلق بنهاية البروتوداستوليك اللي هو الفيز رقم 5 قلنا أصعب فيز صغير لأصغر وأصعب فيز أصغر وأصعب بروتوداستوليك عشان كده راس السبعة للأوائل لازم يرسمها عند نهاية البروتوداستوليك اللي هو الفيز 5 طيب إيه سبب الدايكروتيك ويف الارتفاع الطفيف ده قلنا إن حصل ماكسيموم إيجكشن
وبعدين ريديوز ايجكشن وبعدين فجاه قفل اورتيك فالف. طب الاورتيك وول ده الاستيك اتشد ماكسيمم ايجكشن ريديوز ايجكشن شد. فلما بيقفل اورتيك فالف بيحصل الاستيك ريكويل باورتا. الاورتا زي الاستيك شدته الاستيك ريكويل. فده يعمل ايه في البريشر في الاورتا؟ يزودها ويحصل يعني باكوردز فلو، يعني هيزق الدم لورا فيزود البريشر في الاورتا. يبقى باونسينج، باونسينج يعني ترتد تاني، باكوردز باونسينج اوف بلاد بسبب الالاستيك ريكويل اوف اورتا. فدي سبب الزياده في البريشر. وقلنا الزياده دي جت في توقيت مهم جدا، جت في توقيت الدايستول عشان تزود البلاد فلو في الكورونري فيسلز، لان الكورونري في اثناء السيستول كانت مقفوله لان الفنتيكل قافل عليه، فبتتطور يعني تتطور جوعا عاوزه بلاد. فعشان كده ربنا عمل الارتفاع ده اللي هو الدايكروتيك ويف، او بنسميها في الجامعات في الخارج ويند كيسل افكت، بتزود الكورونري فلو. طيب في نقطه برضو طالب لاحظها، قال لي انت قلت لنا هنا ان البريشر في الاورتا اقل من البريشر في الفنتيكل. في ريديوسد ايجكشن بقى في الاول هنا لما ابتدى يقل، ليه البريشر في الاورطة تخطى الفنتيكل؟ اللون الاحمر اعلى من اللون الاسود. سهله جدا يا ولاد، لانه بسبب ظاهره اسمها مومنتم، يعني حركه مكتسبه، ان البلاد في الاورطة بعد الماكسيمم ايجكشن اندفع بسرعه عاليه جدا، تخطى الفنتيكولار بريشر. عارف زي بالظبط لما اقول ايه، انت راكب في مركبه حافله مثلا عربيه وفجاه فرملت، انت واخد حركه مكتسبه، انت تستمر في اندفاعك للامام. تخيل انك واقف كده في اتوبيس والاتوبيس فرمل فجاه وانت مش ماسك في حاجه، تلاقي روحك بتيجي لقدام، هو ده الحركه المكتسبه. يبقى ده للاوائل برضه. هنا البريشر في الاورطة اقل من الفنتكل، ليه؟ لان الدم جاي من الفنتكل رايح الاورطة. دي تفسيرها سهل. طب ليه البريشر في فيز 4 تخطى؟ بسبب المومنتم اوف بلاد. يبقى ده الاورتيك بريشر تشينجز. في عجاله تاني يبقى بينقسم الى قسمين، في قسم اسندنج اور اناكروتيك بنبني، ده فيز واحده بس، فيز 3 في الماكسيمم ايجكشن، لان من اسمها ماكسيمم ايجكشن، الفوليوم بلاد ايجكتد اكسيدز الفوليوم بلاد ذات الاورطة. فاكر لما كنا بنعملها كده، اللي بيدخل اورطة اكتر بيسيب الاورطة. فيما عدا هذا الفيز السبعه اللي فاضلين بيبقى ديسندنج اور كاتاكروتيك، بنقسمها لاربعه. في الاول يقل لان بعد الماكسيمم ايجكشن من اسمها بيجي ريديوسد ايجكشن، يعني الدم اللي بيدخل اورطة اقل من اللي بيسيب الاورطة، فسموها ريديوسد ايجكشن. طب وفي الاخر بيقل ليه؟ عشان البلاد از ليفينج ذا اورطة تو ذا بيريفيرال فيسل. يجي ما بينهم اثنين، دايكروتيك نوتش ويف، دول اهم حاجه. النوتش بنسميها اسم اخر انسيزيورا، دايكروتيك نوتش احفظها في الام اس كيو او انسيزيورا. دي سببها سادن كلوجر اورتيك فالف، يعني بعد ما حصل ماكسيمم انجكشن وريديوس انجكشن قفل اورتيك فالف، فالبريشر انهار، مفيش دم جاي، مفيش انجكشن بلاد في الاورطه، فالبريشر في الاورطه يقل. يبقى سبب دايكروتيك نوتش او انسيزيورا سادن كلوجر اورتيك فالف، واللي هو قلنا بيحدث مش بنهايه السيستول كما يبدو منطقي، وانما بنهايه البروتو داستوليك فيز. طيب حصل ماكسيمم ايجكشن وريدوس ايجكشن، الالاستيك اليمنتس في الاورطه اتشدت، اتقفل اورتيك فالف، فيحصل لها ريكويل، فيحصل باكوردز باونسينج اوف بلاد بسبب الالاستيك ريكويل اور، ده يعمل دايكروتيك ويف، زياده في الاورتيك بريشر طفيفه تزق الدم في الكورونريز اللي هم قلنا اول برانش من الاورطه، طباق السم بيدوقه، اول برانش الهارت بيدي نفسه الاول، يدي البلاد في الاورطه اول برانش الكروناي، وكانت مقفوله في اثناء السيستول، ففي اثناء الدايستول تاخد لها دفعه كويسه بسبب الدايكروتيك ويف اللي هو سميناها ويند كيسل افكت يا اولاد. طيب مراجعه لطيفه اهي، يعني غير انها تطبيق اكلينيكي فيها مراجعه لطيفه. تعال نشوف بقى القصه بتاعتها، خد بالك بقى دي اسئله مهمه جدا. دلوقتي اهو ده الاسندنج اور اناكروتيك ودول الديسندنج اور كاتاكروتيك، اللي هما في الاول يقل وبعدين في الاخر يقل وما بينهم اثنين، دايكروتيك نوتش او انسيزيورا ودايكروتيك ويف، ده الاورتيك بريشر. طيب
واحد يقول لي برضو انت في قبل كده في التغير الامي ازاي هندخل الرايت اترم؟ الرايت اترم ده جوه الثوركس. قلنا ما بندخلش رايت اترم، بنشوف التغيرات في الرايت اترم في النيك فين الجاجولار فين. طب نفس الفكره التغيرات في الاورطه، الاورطه ده جوه الثوركس، هشوف ازاي التغيرات؟ بنسجلها في الكاروتيد ارتري اللي هو موجود في النيك برضو، كاروتيد بالس. يبقى الرايت اترم متصل بالفين الجاجولار فين، فبنسجل التغيرات في الجاجولار فين. الاورتك الاورطه متصل بالكاروتيد ارتري في النك، فبنقيس الكاروتيد بالس كيرف. حط جهاز كده يقيس لنا التغيرات، تقدر تسجل ده بالظبط هي ايه. طيب شويه اسئله بقى تسالها مهمه جدا. اعلى بريشر قمه الجبل ده بيمثل ايه؟ اللي هو بيبقى 120 بيمثل السيستوليك بريشر. يبقى ما هو تعريف السيستوليك بريشر؟ هناخده مع الفاسكولار لما نوصله باذن الله. هو الماكسيمم بريشر، ده ماكسيمم ديورينج سيستولي. يبقى كلمتين، ما تقولش السيستوليك بريشر هو البريشر ديورينج سيستول، لا ده ماكسيمم بريشر ديورينج سيستول اللي هو 120 في الشخص الطبيعي. طب قاع الجبل، قاعده الجبل هنا ده اقل بريشر اللي هو 80، يبقى ده يمثل دايستوليك بريشر. كل اللي هتتسأله في الشفوي او تسأله في العملي هيقول لك ارسم الرسمه واشرح ايه اللي فوق ده. ده تقول له الماكسيمم بريشر ديورينج سيستول ده سيستوليك بريشر. اظن انت عارف التعريف ده. طب ايه تعريف الدايستوليك بريشر؟ ذا مينيمال بريشر ديورينج دايستول. يبقى ده الماكسيمال بريشر ديورينج سيستول وده المينيمال بريشر ديورينج دايستول. طب ارتفاع الجبل يسموه البالس بريشر اللي هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك. سيستوليك ماينس دايستوليك يسموه بالس بريشر. ليه بقى يسموه بالس بريشر؟ افهم دي نقطه مهمه جدا برضو هقولها، هنجيلها بعدين مش مفروض اشرحها دلوقتي. حضرتك لما بتحط ايدك على البالس انت لا تحس اندفاع الدم في الاورطه خالص. في ناس فاكره لما بحط ايدي على البالس احس البالس، انا حاسس الدم. لا، احنا قلنا الضغط بيوصل اعلى قيمه ليه السيستوليك بريشر 120 واقل قيمه بتبقى الدايستوليك 80. فارتفاع الضغط وانخفاضه بيهز الاورتيك وول، بيعمل اهتزاز في الاورتيك وول. هذا الاهتزاز بيبقى بروباجيتد في كل الوولز اوف ارتريز فتحسه في صور البالس. واحد يقول لي شبهها لي تشبيه طفولي زي بتاعك. انا مثبت حبل عند حضرتك وماسك طرف الحبل هنا، لما اهز الحبل هنا لك ان تتخيل الحبل هيتموى بالاخر. يبقى اهتزاز الاورطه بيؤدي الى موجه في الوول اهو، زي كاني ماسك ده الوول اليمين والوول الشمال وبهز الاورطه، فبيحصل موجه تمشي اللي انت بتحسها اللي هي البالس. يبقى ما هو البالس يا اولاد؟ هو عباره عن ويف ان ذا وول، بروباجيتد ويف ان ذا وول. طب السؤال، هو ايه اللي خلى يحصل ويف في الاورطه؟ ايه اللي خلى الاورطه يتهز؟ ان في فرق في الضغط ما بين السيستوليك والدايستوليك. لو كان 120 على طول ما كانش اتهز، 80 على طول ما كانش اتهز، لكن هو بيبقى 120 80 120 80، فبيعمل اهتزاز في الاورطه. هذا الاهتزاز بيبقى بروبوكيتد، هو ده البالس. عشان كده سموا الفرق بين السيستوليك والدايستوليك بالس بريشر، اي البريشر المتسبب في البالس. بالس بريشر هنقولها تاني باذن الله في اوانيها لما يجي ناخد البالس، بس تبقى عندك فكره من دلوقتي. يبقى ثلاث اسئله هنا في كيرف مهمين جدا. هيسالك قمه الجبل تقول له ده بيمثل سيستوليك بريشر في الشخص طبيعي 120. طب التعريف كلمتين، ده ماكسيمم ديورينج سيستول. طب قاع الجبل او قاعده الجبل ده الدايستوليك بريشر، ده مينيمال ديورينج دايستول 80. طب ارتفاع الجبل هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك اللي هو بيهز الاورطه. قلنا لو كان ضغط 120 على طول كان بقى كده على طول، 80 على طول كان كده على طول، لكن هو 120 80 120 80، فالاورطه بتهز والاهتزاز ده زي الحبلين كده بيمشي في كل الوول وانت بتحسه. يبقى حضرتك البالس بتحس ايه؟ افتح ودنك معايا. Propagated wave in the wall، انت بتحسش البلط. Propagated wave in the wall
شوف بقى اللي عنده ذاكره سرعتها 7 متر في الثانيه، 7 متر الرقم اللي كرمه الخالق، بينما سرعه البلد نص متر. فاحنا بنحس بروباجيتد ويف، سببها ان الاورطه بتهز، سببها ان في فرق بين ستول وداستول، فسمي هذا الفرق بالس بريشر. يبقى البالس بريشر هو الديفرنس بين ستول وداستول. وفهمت حاجه ضمنا في الكلام، ان كل ما زاد هذا الفرق يبقى البالس اقوى، كل ما قل الفرق يبقى البالس اضعف. تمام يا ولاد؟ طبعا هيسالك السؤالين المشهورين، ايه ده وايه ده وكل واحد بيحدث فين؟ الدايكروتيك نوتش، هتقول له سادين كلوجر اورتيك فالف، هيسالك بتحدث امتى؟ اهم معلومه في السايكل ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول وهو ما يبدو منطقي، وانما بنهايه البروتودايستوليك فيز، فيز رقم 5. هيسالك ايه دي؟ هتقول له دي دايكروتيك ويف، سببها ايه؟ باكوردز باونسينج اوف بلاد بسبب الاستيك ريكول اورتا، باكوردز باونسينج يعني البلاد ارتد تاني لورا فعلق بريشر في الاورطه بسبب الاورطا حصل لها الاستيك ريكول. ودي بتعمل حاجه بقى للاوائل وبقولها للزملاء الاصغر سنا، اسمها وين كيس الافكت، عشان كده اعلى كورونري بلاد فلو بيبقى في الفيز رقم 6 اللي هو ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب ايه الكلينيكال ابلكيشن او امبورتنس في بعض الجامعات عندنا، في البعض الاخر مش موجود يا اولاد، يعني اللي عنده يدرسها اللي ما عندوش ما يدرسهاش ينساها. هقول هناخد مثالين، اورتيك ستينوسيس يعني ضيق في صمام الاورطه، و اورتيك ريجيرش ارتجاع في صمام الاورطه. انا عايزك تبقى متخيل لو الاورطه ضيق يبقى خروج الدم الاورطه، يعني الاورطة ضيقة كده وبعدين الفنتكل بيضخ الدم في حاجة ضيقة، يبقى الدم هيطلع بصعوبة، يبقى الاسندنج ليه ما هيبقى فيري جراديوال كده، يسموه بلاتو بالس، وطبعا مش هيوصل القيمة الطبيعية في السيستول لأن ضيقة، فبعمر ما البريشر الناحية التانية ما هيعلى لل 120. يبقى في الاورتيك ستينوسيس ده شكل البلس لما نسجله كده ازاي بنشخص، يبقى بلاتو بالس، وخد بالك السيستوليك ما وصلش القيمة الطبيعية. نيجي بقى الاورتيك ريجيرج، ريجيرج يعني ارتجاع في صمام الاورطه، ستينوزيس يعني ضيق، ريجيرجتيشن يعني ارتجاع او انكومبتنس يسموها. تعال نشوف، بص للرسمه كويس قوي، اللي بيحصل ان المفروض ان الدم كله يمشي للبريفرال فيسل، لما يبقى في ارتجاع في الفيسل في جزء منه بيرتجع الاورطه، فده بيؤدي الى انهيار في الدايستوليك بريشر، ان في اثناء الدايستول الدم عنده فرصه واحده بس انه يمشي لقدام، في حاله الارتجاع عنده فرصتين يمشي لقدام ويرجع للفنتكل، ففجاه الضغط جوه الاورطه في الدايستول بينهار فبيحصل سادن ديسندنج ليم هنا خلاص، وبيتاخر قفل الاورتيك فالف بسبب الارتجاع، فالدايكروتيك نوتش تبقى ات لور ليفل، يبقى الديسندنج ليم سادن والدايكروتيك نوتش ات لور ليفل، وطبعا هينزل لقيمه واطيه قوي الدايستوليك بريشر، هينزل تحت 80 بكتير. طيب بص معايا، الدم اللي ارتجع ده هيتضاف على الدم الجديد باللون الاحمر، يبقى الدم اللي ارتجع باللون الاسود هيتضاف على الدم اللي جاي الجديد باللون الاحمر، يبقى الكميه اللي هيضخها الاورطه في الدفعه الجديده تبقى ايه بقى؟ اللي بيجي له نورمالي نورمالي مع المرتجع خلاص، فهيضخ كميه رهيبه، فعشان كده الاسندنج ليمب هيبقى برضه صادن والسيستوليك بريشر ات هاير بريشر، يبقى الديسندنج صادن والدايستوليك ات لوور بريشر از لو، هنا الاسندنج هيبقى صادن وات هاير بريشر لان الاورطه ما ضخش الكميه الطبيعيه الحمراء بس، لكن المرتجع كمان ضخ كميه اكتر، فالبريشر ارتفع لقيمه اكتر وبسرعه اكتر. طب ايه رايك بقى في الحاله دي؟ السيستوليك اهو عالي والدايستوليك وطي، يبقى الفرق ما بينهم اللي هو البالس بريشر يبقى ايه؟ يبقى عالي جدا، لدرجه ان حضرتك في هذه الحاله لما تمسك، يعني انا عشان احس البالس بحط ايدي كده على البالس، في الحاله دي لما امسك ايدي العيان، مجرد امسك ايدي العيان كده احس البالس بيطرقع تحت ايدي خلاص، ظاهره يسموها الووتر هامر بالس، ووتر هامر بالس
انا افتكر هقولها في مزاح ان مره احد الزملاء اتسال ايه الووتر هامر بالس، مش يعني في حاجه في الدنيا ولاد، انا ده القصد من القصه اسمها ما اعرفش، يعني من قال لا اعلم فقد افتى، في حاجه اسمها في الدنيا ما نعرفش، مش المفروض نعرف كل حاجه؟ هو بقى ازاي ما يعرفش؟ قال لك ووتر هامر مطرقه في ميه، يبقى اما نضرب حصوه في ميه فتعمل دوائر والدوائر توسع وتوسع لحد ما وسعت منه تمام. ما فيش كلام ده خالص. انا اقول لك ايه قصه الووتر هامر. في توي في فيكتوريان توي كانت حتى موجوده عند الجريك عند الرومانيين، زي شكلها زي بالظبط اللي عارف الساعه الرمليه، بس يعني زي نفس الشكل بس نصها فيه ميه ونصها التاني فيه فاكيوم فراغ، الشكل زي الساعه الرمليه لعبه للاطفال، هنا فيها ميه وهنا فيه فراغ، فلما الطفل يقلب اللعبه دي الفراغ يشد الميه بقوه فيحس طرقعه تحت ايده، يعني يقلبها يمين وبعدين يقلبها تاني شمال يقعد يقلب فيها يحس طرقعه تحت ايده، ده لعبه الووتر هامر بالس. فانت لما بتحط ايدك على مجرد تمسك ايد العيان انت ما بتحسش بالس من كتر قوه البالس، السيستوليك عالي ده البالس بريشر، الفرق بينهم هو السيستوليك عالي والديستوليك وطي، يبقى الفرق بينهم ايه؟ قوي جدا. مجرد انك انت تمسك ايد العيان انت ما بتقيس بالس، تحس ان في طرقعه تحت ايدك كانك بتلعب بلعبه الووتر هامر، فسموها ووتر هامر بالس. ووتر هامر بالس موجوده في الاورتيك ريجرشتيشن وموجوده في البيتان داكتس ارتريوزس الظاهره دي، بس الاورتيك ريجرشتيشن هو الاشهر. ده ازاي بنشخص؟ من الكيرف بنشخص العيان عنده التطبيق الاكلينيكي اورتيك ريجرشتيشن، ان عنده الاسندنج ليم سادن وهاي سيستوليك بريشر، الديسندنج ليم سادن ولو دايستوليك بريشر، والدايكروتيك بريشر از ات لوور ليفل، معناها نتاخر الاورتيك فالف في اغلاقه. طب والاهم بقى الفرق بين ده عالي وده وطي، يبقى الفرق ما بينهم اللي هو البالس بريشر، السيستوليك عالي والدايستوليك انخفض، يبقى في هذه الحاله اهو ده زاد وده انخفض، يبقى البالس بريشر هو الفرق ما بينهم يزيد فيؤدي لظاهرة الووتر هامر بالس. وقلت لك ان دي توي انفنتد بالجريك، كانت في العصر حتى يسموها فيكتوريا توي زي بالظبط الساعة الرملية، بس زيها في الشكل، انما جواها حاجة تاني خالص، مفيش رملة، في مية وفي فاكيوم، يقلبها يمين تطرقع لان الفراغ هيسحب المية بقوة، يقلبها شمال اند سو اون. في الاورتيكيشن في ناس عندها الابلكيشن وناس ما عندهاش الابلكيشن، ده كان الابلكيشن التاني. نيجي الابلكيشن الثالث اللي هو الهارت ساوندز. الهارت ساوندز بنسمعه بالسماعه اللي اسمها ستيثوسكوب، وقلت ستيثوسكوب مش معناها سماعه، سكوب يعني منظار، انا اسمها لك ستيثو يعني تشست صدر، لان زمان كان السماعه بيستخدموها يحطوها على الصدر بس يسمعوا اصوات النفس، عشان كده اسمها ستيثوسكوب منظار الصدر. دي بتسمع صوتين بس من الاربع اصوات، الفيرست والسكند، ما تسمعش لا الثيرد والفورث، او ممكن يسجلها، نسجل اصوات كيرف بقى مش هنسمع، يسموا الجهاز ايه بقى يا اولاد؟ فونو يعني صوت، كارديو يعني قلب، جرام رسام اصوات القلب. ما حدش بيستخدم الكلام ده الفونو كارديو، معظم الناس بتسمع الصوت بالسماعه. مين الاشهر بقى؟ الفيرست والسكند هارت ساوند. قارنتهم في جدول تاريخي لن ينسى. وبقى هقولها بطريقه سهله جدا. الاول نتفق يا اولاد، او اتفقنا اوريدي في المحاضره بتاعت الكاردياك سايكل. ايهما اكثر ازعاجا بتسمعه، صوت فتح الباب ام صوت غلق الباب؟ طبعا صوت الغلق، ده انا حتى قلت لما بيجي لنا زائر ما تنبهش هما بيفتحوا الباب، ده انا باخد بالي الباب اتقفل. فدي اهم معلومه في الفيرست والسكند هارت ساوندز، ان الفيرست والسكند هارت ساوند سببهم سادن كلوجر اوف فالفز، دي اهم معلومه، دي اللي عليها معظم النمره. طيب انا عندي يوجد نوعان من الفالز، في اتروفنتريكولار
وفي سيمي ليونر شبه قمري، سيمي يعني شبه وليونر يعني قمر، قلنا ليونر مانث. فقلتها بطريقه لن تنسى ان السكند هارت ساوند، عرفت واحد عرفت الثاني بالاكسكلوجن، ان السكند هارت ساوند سببه سادن كلوجر اوف سيمي ليونر فالز، يبقى خلصت. يبقى الفيرست سببه سادن كلوجر اوف اي في فالز، معايا؟ سادن كلوجر اوف اي في فالز. طيب تاني معلومه، ان السكند هارت ساوند قلنا انغلاق الاورتيك فالف مفروض يحدث بنهايه السيستول، هو طبعا مش بنهايه السيستول بالظبط، هو نهايه البروتودايستوليك، انما مجازا على اساس البروتودايستوليك صغيره يبقى بيحدث ات سيستوليك اند، ادي تاني اس. طب تالت اند، الاورتيك فالف والبالمونري فالفز موجودين فوق الهارت راكبين كده، يعني ادي الهارت اهو وادي طالع منه الاورطه والبالمونري، فانا بحط السماعه فوق في السكند انتركوستال سبيس، هنا هنشوف بالظبط فين، بس قلت معلومه بقى بمليون جنيه، ان الاورطه والبالمونري بص لي اهو عاملين كده، يعني اللي طالع شمال هي اللي فيها الساعه رايح يمين، واللي طالع يمين رايح شمال، فالاورطه مفروض طالع من الليفت فينتكل، ومع ذلك بيتسمع فين؟ في السكند رايت، انما البالمونري طالع من الرايت بيتسمع في السكند ليفت. دي اهم معلومه، يبقى هما في السكند بس ده سكند رايت وده سكند ليفت. لو انت عاوز تبقى اكثر دقه فهما في السكند سبيسز قلناها اهو، هقولها لك بالظبط لو عاوز تعرفها بيتسمعوا فين، لان في واحد فيهم الاورتيك اهي، بص اهم حاجه الاورتيك يا اولاد بتبقى في السكند رايت اهي مكتوب قصادك، او الاورتا سكند رايت انما البالمونري سكند ليفت. اكشلي الاورتا بيتسمع في السكند رايت مش سبيس، كوستو ستيرنال يعني اتصال الريب بالاسترنال، السكند ريب مش السكند سبيس، يبقى الاورتا سكند ريب عند اتصاله بالاسترنال كوستو ستيرنال، البالمونري سكند انتركوستال سبيس، بس هيبقى بالعكس سكند ليفت، لان قلنا الاورطه بتسمع رايت والبالمونري بتسمع ليفت، الاورطه بتسمع قلنا عند اتصال الريب بالاسترنم كوستو استرنم جانكشن، الثانيه عند السكند سبيس باراسترنم لازقه في الاسترنم. طيب السكند هارت ساوند قلنا بيبقى شورت، ادي رابع اس، لانه بياخد فيز واحده بس، انه الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، فمدته مش مهم المده دي 1200 من السكند، المهم انه شورت. بينما الفيرست هارت ساوند بقى يا اولاد بيبقى لونج طويل، وخد بالك بقى احفظها لكم بطريقه لطيفه، اللي لونج كمل هنا الجدول، هو اللي لو بيتش تردده قليل، لونج بياخد 1500 من السكند لانه بياخد تو فيزز، هنا ايزومتريك ريلاكسيشن، هنا ايزوفوليومتريك كونتراكشن، وراها رابيد ايجكشن، يبقى هنا ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، هنا ايزومتريك كونتراكشن ورابيد ايجكشن، عشان كده اطول 1500. اللي لونج هو اللي لو بيتش يعني تردده قليل 30 هرتز، هنبقى نتكلم عليها في سنه ثانيه ايه الهرتز ده باذن الله، ويتسمع ات ذا وورد لاب، لان هما الاثنين بيتسمعوا از لاب دب، لاب دب، لاب السبيلنج بتاعها ب ال بي، انما الدب بيتكتب في الكتب بطريقتين، يا بالبي يا بالبي، الاثنين صح. لاب دب، واحد تخيله بيسمع لاب دب. طب انت قلت ده لونج ولو بيتش ولاب، ارجع الناحيه الثانيه بقى، ده شورت يبقى ده لو بيتش يبقى ده هاي بيتش. يعني انت من واحد بتستنتج الثاني، ده لاب يبقى ده دب. ده اسهل طريقه لواحد من اشهر اسئله في النظري والشفوي والكلينيكال، ايه الفرق بين الفيرست والسكند هارت ساوند؟ يلا يا اولاد قولوا لي المعلومه الام، ان السبب الاساسي سادن كلوجر اوف فالفز. طب انا متلخبط، عندي سيمي ليونر وعندي اي في فالفز، قاعده الاس حفظتها لاجيال، زي ما بقول في طريقه تحفظ ومليون ينسوا، هي طريقه واحده اللي تحفظ. السكند هارت ساوند سببه سادن كلوجر اوف سيمي ليونر فالفز، ادي اول اس في الرباعيه. طيب هما بيقفلوا ايه؟ مفروض بعد ما يخلص الطول يقفلوا end of systole، دي تاني معلومه، دي تاني اس systolic end، اللي هي طبعا ممكن نجيبها لك beginning of diastole، يعني مش عاوز عبط، ما هو end of systole يبقى هي beginning of diastole.
يعني لو جات لنا كده فين؟ في السكند انتركوستال سبيس. ده صح 99%، لكن اوعى تلخبط الاورطة سكند رايت البلمونري سكند ليفت، لانه قلت لك ان هما طالعين بالعكس بالشكل ده. كان في مسلسل بتاع ابراهيم الطاير في عادل امام، هما طالعين كده من فوق، يبقى اللي طالع من اليمين شمال واللي طالع من الشمال يمين، يبقى الاورطة سكند رايت البلمونري سكند ليفت في الام اس كيو. ما تنساش دي، دي مهمة جدا. طيب وبعدين قلنا انه السكن بيبقى شورت، بياخد فيز واحدة اللي هو ايزو فوليومتريك، خلاص ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. يبقى انقل بقى الناحية التانية، بقى التاني لونج. طب اللي لونج بحرف ال كملهم، هو اللي لو بيتش هو اللي بتسمع الدور لاب، يبقى اللي لونج هو اللي لو بيتش لاب كلها بالال. ارجع كمل بقى هنا، طب ده لو بيتش يبقى ده هاي بيتش، ده لاب يبقى ده ضب. طيب هتتسأل واحد من اشهر الاسئله في العملي، قول لنا الارياس فين الاورتيك والبلمونري والكلام. اهو الرسمه دي هيجيبها لك فاضيه في العملي، يقول لك املا. لاحظ الاورتا اهو فين؟ الاورطة سكند رايت، بس سكند رايت مين؟ ريب، عند الكوستو ستيرنال، عند اتصال الريب بالستيرنال رايت. الاورطة رايت مع انه طالع من الليفت فنتكل، ده اهم سؤال. بينما البلمونري في السكند انتر كوستال سبيس، السبيس بارا ستيرنال لازق في الستيرنال. طيب الاتروبنتيكو فالفز اللي بنسمع عندهم الفيرست هارت ساوند، اللي هما الترايكاسبيد اريا والمايترال اريا. الترايكاسبيد على اللور اند اوف ذا ستيرنم، اما الميترال موجوده عند الايبكس اوف ذا هارت. اللي عارفين في الاناتومي الايبكس اوف ذا هارت يبقى موجود فين؟ في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين، فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. يبقى اوعى تنسى السكند بيتسمع في السكند، السكند في السكند، بالعكس الاورطة سكند رايت البلمونري سكند ليفت. طب للاوائل الاورطة مش سكند سبيس، سكند ريب عند اتصاله بالاسترنال، كوستو ستيرنال جانكشن، كوستو ستيرنال رايت سكند. البلمونري في السكند سبيس، سبيس بارا ستيرنال. طيب اما الفيرست هارت ساوند سبب وصاد انكلوجر اوف اي في فالفز، لما الترايكاسبيد والميترال فالفز. طب فين الترايكاسبيد اريا؟ لوور بارت اوف ذا ستيرنال، لوور بارت اوف ذا ستيرنال. بينما الميترال عند الابيكس اوف ذا هارت، فين الابيكس اوف ذا هارت؟ فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكا. طبعا يا اولاد انا بنبه ان الاربعه ارياز دول لا يمثلوا المكان الحقيقي للفالز، انما بيمثلوا الدايركشن اوف بروباجيشن اوف ساوندز، يعني اتجاه الساوند. يعني عاوزك تتخيل اتنين واقفين مدين ظهرهم لبعض، واحد يمين واحد شمال. لو عاوز تسمع واحد ما تجيش تحط ودنك جنب بقه، لان هتسمع الاتنين لان هما ظهرهم في بعض. تروح الناحيه اليمين، تروح الناحيه اليمين بعيد، اللي هي الناحيه اللي الساوند بتاعه جاي له لوحده. مش عارف واضحه ولا ارسمها عشان اشبهها، اتهيألي ارسمها احسن اهي. يعني اتنين واقفين كده، ثانية في عجالة ظهرهم لبعض، فانت عاوز تسمع واحد، يبقى ما تسمع اهي ما تجيبش ودنك عند الشخص نفسه، عند الشخص نفسه هتسمع الاثنين، تروح الدايركشن بروباجيشن. يبقى ده اسمعه احسن هنا، مش اسمعه هنا، هنا هسمع الاثنين، وده اسمعه احسن هنا، ما اسمعوش هنا لان هنا هسمع الاثنين. فعشان كده دي اجابه سؤال ان المايترال والترايكاسبيد والاورتيك والبلمونري اريا دول لا يمثلوا الاماكن الحقيقيه للفالفز، انما بيمثلوا الدايركشن بروباجيشن. اي هوب ايم كلير، وتبقى حافظهم صح. طيب ده الفيرست والسكند هارت ساوندز، اهم معلومه. انا عارف انك تقدر تعيد الفيديو تاني فمش هضيع وقتك، بس اهم معلومه ان السكند سادن كروجر اوف سيميليونر بالاند اوف سيستول
سكند انتركوستال سبيس شورت انه بياخد ازومتريك اكسيشن. في سؤال هنا برضو بيتسال، طيب قلنا السكند هارت ساوند ده بنهايه السيستول، الفيرست هارت ساوند بنهايه ال داستول، ده الاند اوف سيستول وده الاند اوف داستول، خلاص. يبقى السبيس اهي هرسمها لك عشان نشوفها، لان ده سؤال ام اس كيو مهم بيتسال، مش عايزين نسيب سؤال واحد. السكند اهي اس 2 يعني السكند ساوند، ده في نهايه السيستول، انما الفيرست في نهايه الداستول. ساعات يسالك سؤال بيزن، طب المسافه بين الفيرست هارت ساوند اس 1 يعني الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند دي تمثل مين؟ مش السكند ده في نهايه السيستول؟ يبقى المسافه بينهم تمثل السيستوليك بيريود، بينما المسافه بين السكند والفيرست لانها سايكل، الفيرست في نهايه الداستول، يبقى المسافه دي تمثل الداستوليك بيريود. يبقى خد بالك المسافه بين اس 1 واس 2 السيستوليك بيريود، اس 2 اس 1 لانها سايكل الداستوليك بيريود. طالما يعني بفهم بسيط، انت بتقول السكن بتسمع في نهايه السيستول، يبقى كان قبله في مين؟ السيستول اللي هو البيريود ما بين الفيرست والسكن. انت بتقول الفيرست في نهايه الداستول، يبقى كان قبله في مين؟ الداستوليك بيريود ما بين الاس 2 والاس 1. ساعات اسئله نزله، بس انا بحب اغطي في محاضراتي كل الاسئله المحتمله وورد وايد. طيب نكمل يا ولاد، نيجي بقى الثيرد والفورث هارت ساوند. ده هما الاثنين سببهم رابيد فلو اوف بلاد فروم اتريا تو فنتكل، يعني لما يندفع البلاد من الاتريا للفنتكل اندفاع جامد بيدي ساوندز. وبعدين بشبهها يقول لي ازاي يعني اهو، بص ادي ازازه، اي اندفاع بتسمع ساوندز يبقى الرابيد فلو. ليه واحد بيقول لي انت بتعملها؟ عشان خاطر الطالب بيفتكر عملتها ازاي، رابيد فلو فروم اتريا تو فنتكل. طب اول فلو جامد قلنا مين؟ في 70% في الاول الفنتكل بياخد 70%، معظمهم فين؟ في الرابيد فيلينج فيز، ده يدي الثيرد هارت ساوند الرابيد فيلينج. طب بعد كده في 30% فين؟ في الاتريال سيستول، ده يدي الفورث هارت ساوند. يبقى الفورث هارت ساوند سببه الاتريال سيستول، الثيرد سببه الانفلو في اثناء الرابيد فيلينج فيز، مش كده؟ عندي ثيرد وفورث، تمام؟ ده الثيرد والفورث هارت ساوندز. يبقى نشوفهم مع بعض تاني. يبقى سببهم الرابيد فلو اوف بلاد فروم اتريا تو فنتكل، ده في الرابيد فيلينج فيز، ده اللي هو معظم 70% في الرابيد فيلينج، ده في الاتريا ستول فيز. خد بالك بقى الاوائل عشان دي انا عارف خصوصا لبعض الزملاء الاصغر سنا مش واخدين بالهم منها قوي. ان الثيرد هارت ساوندز والفورث في معظم الناس ما بتسمعوش. الثيرد افتح ودانا كويس قوي، الاوائل نورمالي ممكن يتسمع، ممكن تسمعه ويبقى الشخص نورمال. امتى؟ لو كان عنده السيركوليشن هايبر دايناميك، يعني الفلو جامد فيها، وهذا يحدث في الاطفال لان عندهم هايبر دايناميك سيركوليشن، فالفلو اكتر من الادلتس لانه سيركوليشن شغاله بعنف، او في الاثليتيك سبيشالي في الاكسرسايز، او في اثناء البريجنسي. فده كل دي حالات طبيعية نسمع فيها الثيرد هارت ساوند. طب ابنورمال يتسمع فين؟ في العاني اللي عنده كونجستيف هارت فيلير، كونجستيف هارت فيلير. انما الفورث هارت ساوند نورمالي نوت اوديبل، نون اوديبل، يعني لو سمعته يبقى في مرض. الثيرد ممكن تسمعه في واحد طبيعي، ادي الاحوال، واحد عنده هايبر كينيتيك سبريشن، لان 70% دول ممكن يزيدوا في شخص طبيعي لدرجة تسمعه هو طبيعي. في الشايلد، في الاثليتيك، في الاكسرسايز، وميبي في البريجنسي، لكن ممكن يسمعه في المرض في الكونجستيف هارت فيلر. انما الفورث عمره ما يتسمع شخص طبيعي، نون اوديبل. طب ولو اتسمع يبقى العند عنده فيلينج اوف هايبرتروفيك ليفت فنتكل، الفنتكل حصل له تضخم هايبرتروفي، وبالتالي قابليته للاتساع قلت، الكومبلاينس اللي هي قابليه الاتساع بتقل، كل عين عنده تضخم في الفنتركل
بيبقى عنده ما بيتسعش الفنتكل بالسرعه الواجبه، فالبلاد بيدخل الفنتكل ما بيوسعش. ما هو الاترا المفروض هو بيضخ الدم الفنتكل يوسع، ما بيوسعش لانه في حاله تضخم، فيدي صوت مزعج الفورث هارت ساوند. يبقى الفورث هارت ساوند لو سمعته معناها ان العيان ده عنده فيلينج اوف هايبرتروفيك ليفت فنتكل. يبقى الثيرد ممكن سمع نورمالي في حالات الهايبركينيتيك سيركوليشن كما في الاطفال وفي الرياضيين في الاكسرسايز وفي البريجنسي، لكن ممكن سمع ابنورمالي في كونجستيف هارت فيلر. الفورث لا ما بتسمعش طبيعي ابدا بالسماعه، لو اتسمع يبقى في فيلينج اوف هايبرتروفيك ليفت فنتكل. ده يا اولاد كان التطبيق الثالث. طبعا الاي سي جي بقى خلاص قلناه. عندنا بقى التطبيق الاخير نقوله وهو ال left ventricular pressure volume loop. اهو ال left ventricular pressure volume loop، يعني ده بناخد الاثنين مع بعض. احنا قلنا اهم تغيرين كانوا الventricular pressure والventricular volume. الفوليوم ما خدناهوش بس غير في الفنتكل، فهناخد التطبيقين دول مع بعض اللي بسميهم رؤية مبسطة للكاردياك سايكل، رؤية مبسطة للكاردياك سايكل. ده اسمه left ventricular pressure volume loop. بنمثل على المحور الرأسي البريشر المليمتر ميركوري في الفنتكل، وعلى المحور الأفقي الفوليوم. وده مليان أسئلة فعايزك تاخد بالك منه. هنا أنا أقولها بأسهل طريقة ممكنة، حبش أشرح فقرات. اللوب شكله مور أور ليس شكل رباعي، تمام؟ وافقتني على دي؟ أوكي. يبقى له كم ضلع؟ 4 أضلاع. وكم رأس؟ 4 رؤوس. كل اللي مطلوب حضرتك تقوله لنا كل ضلع بيمثل إيه؟ وكل رأس بيمثل. نبتدي بالأضلاع الأول. line 1 2، الفوليوم هنا بيزيد من الـ end systolic volume اللي هو ده، تحفظ أرقام دي sum اللي هو 60 مليمتر مليلتر أسف، إلى الـ end diastolic volume اللي هي 130. يعني بص، يعني actually يا أولاد الـ line 1 2 ده بيمثل الفنتريكولار فيلينج فيزز، الفتره اللي بيملى فيها الفنتريكل. الفنتريكولار فيلينج صح، اللي هما كام فيز بيملى فيهم الفنتريكل؟ فكر 7 8 1، بياخد 70% في الماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج و30% في الاترال ستول فيلينج فيز. فكان حجمه في نهايه السيستول 60، في نهايه الداستول 130. دي الارقام دي مهمه جدا. يبقى الاند سيستوليك فوليوم الاند بنهايه السيستول اند سيستوليك فوليوم كان 60، الاند داستوليك فوليوم 130. طيب والبريشر كان ايه؟ قلنا الدم بيندفع وفي نفس الوقت الفنتكل بيوسع، فالبريشر كان اراوند زيرو. انت في كل لاين تقول لي بيمثل اني فيزس والبريشر والفوليوم. فنقولها تاني بس ايه، بس استاذنكم الشمس اللي جايه شويه نزود الاضاءه اكتر. ففي كل لاين اهو بص بتشرح لي الاتي، احب قوي نظام جداول. هتشرح لي في كل مره ريبريزنتس ايه والفوليوم والبريشر اهو. فاللاين 1 2 الفوليوم بيزيد من 60 في نهايه السيستول اند ستوليك فوليوم، من اهم الارقام في الطب، الى 130 اللي هو الاند دايستوليك فوليوم مليليتر. طب هو بحجم الفنتكل بيزيد امتى؟ كنت علمتها لكم في الفنتريكولار فيلينج فيزز اللي هي مين؟ 7 8 1. طب والبريشر بيبقى سلايتلي انكريست، يعني واطي جدا هو اراوند زيرو بس سلايتلي انكريست. دي اول حته. طيب بعد كده اللاين 2 3 مال الفنتكل بيعمل ايه؟ ضخ الدم. بيبتدي الاول ايزومتريك اور ايزوفوليومتريك كونتراكشن اهو، يبقى الفوليوم ثابت ثابت عند 130. يبقى دي بتمثل انهي فيز؟
بتمثل ايزوفوليومتريك او ايزومتريك كونتراكشن فيز. الفوليوم ثابت عن 130 لكن البريشر بيعلى الى 80 فيفتح الاورتيك فالف. يبقى بيعلى البريشر الى 80 اهي لو جبناها اهي قصاد. طيب اللاين 3 4 بيمثل الايجكشن فيزس اللي هو ماكسيمم ايجكشن، بيعلى البريشر 120 وبعدين ريديوس ايجكشن بيقل لقيمه مش مهم نعرفها. طب اللاين 4 1 بيمثل الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الفوليوم ثابت عن 60 انما البريشر بينزل لاراوند زيرو اولموست زيرو. يبقى ده رؤيه بسيطه خالص للبريشر والفوليوم في الليفت فنتريكل، فيسموه ليفت فنتريكولار او فنتريكل بريشر فوليوم لوب. طيب هتقول لي عند كل راس بيحصل انهي فالف بيفتح ويقفل؟ طبعا عشان يحصل فيلينج لازم الميترال فالف يبقى فاتح عشان نملى من الفنتريكل من الاتريا. طب وبنهايه الفيلينج الميترال يقفل، حتى رسمها لك دي دايره فاتحه ودي دايره قافله. يبقى تحت الاول يفتح الميترال فيحصل فيلينج وبعدين يقفل الميترال. طيب الاورطة بيفتح فين؟ في نهايه الايزومتريك كونتراكشن فيفتح، فيحصل ايجكشن. بعد ما يحصل ايجكشن يقفل الاورطة. طبعا احنا قلنا يعني بيقفل مش بنهايه ستول، بنهايه بروتوداستوليك. هنا دي رؤيه مبسطه، احنا متغاضين على البروتوداستوليك، فبيفتح في بدايه السيستول ويقفل بعد الايجكشن اهو. يبقى الراسين اللي تحت دول بتوع الميترال، اللي فوق بتوع الاورطه، حتى موقعهم في الهارت مصادفه جميله، الميترال تحت والاورطه فوق عشان ما تلخبطش. تعالى بقى نعيدها تاني ما عشقت مستعشق النظام. الليفت فنتريكولار بريشر فوليوم لوب في كام لاين؟ شكله رباعي، يبقى كام لاين؟ أربعة. وكام راس؟ أربعة. تكلمني عن كل واحد فيهم. في كل لاين تقول لي ثلاث معلومات. اللاين ده بيمثل انهي فيزس اهو، ريبريزنتس انهي فيزس اهي، وبعدين الفنتريكولار فوليوم والفنتريكولار بريشر، لان الكيرف اسمه بريشر فوليوم كيرف. فاللاين 1 2 اللاين 1 2 اهو بيمثل الفنتريكولار فيلينج فيزس، والدليل ان هو بيملى ان الحجم بيزيد من 60 الى 130. ومتى يمتلئ الفنتريكل في ثلاثه فيزس 7 8 1 رابيد فيلينج ريدوس فيلينج اتريال ستول. طيب البريشر اراوند زيرو والفوليوم زاد من 60 ل 130. طب نيجي اللاين الثاني 2 3 بيمثل الايزومتريك او ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز. الفوليوم ايزومتريك يعني الفوليوم ثابت عند 130، بريشر بيزيد امتى بيفتح الاورتيك فالف؟ عند 80 اهو، عند 80 الناحيه الثانيه. طيب اللاين 3 4 يمثل ايه اول نقطه في الثلاثه؟ ماكسيمم ايجكشن وديوز ايجكشن اللي هو الايجكشن فيز. طب قول لي البريشر بيعلى في الماكسيمم ايجكشن 120 وبعدين يرجع يقل. كلام قلناه كله مع السايكل. طب الفوليوم نقص من 130 الى 60 يعني الاوائل هنا، يبقى الفنتكل مش زي ما بيعتقد معظم الناس بيضخوا كل الدم اللي فيه. من ال 130 بعد ما ضخ بقى في 60، يبقى فاحسب معايا حضرتك هو ضخ كام؟ 70. 130 ناقص 60 تبقى 70، ضخ 70 من ال 130. ده من اهم المعلومات في الطب، يسموها الايجكشن فراكشن، الجزء اللي عمل له ايجكشن ضخ. ضخ 70 من 130 يعني حوالي 60%. لو كان ضخ 65 من 130 كانت تبقى 50، هو بيضخ 70 يعني اكتر من 50%، حوالي 60% الايجكشن فراكشن. اقول لك حاجه، افتح ودانك هنجيلها بعدين. ده اهم كلينيكال اندكس لكفاءه القلب. يعني واحد يجي يقول لي مش عارف قلبي ضعيف، حصل جلطه وحته في القلب ماتت، القلب كويس ولا لا؟ اهم حاجه بعد الجلطه الهارت بيضخ كام في الميه؟ الايجكشن فراكشن. عمر ما الفنتكل بيضخ كل اللي جواه، بيضخ جزء من 130، بعد ما يضخ بيبقى 60، يبقى ضخ 70. 70 من 130 يعني اكتر من 50%، حوالي 60%، اسمها الايجكشن فراكشن.
the best index, the best index افتح ودنك of cardiac performance في الكلينيك. مهم جدا. لما يجي لي اي واحد جاله جلطه ما يهمنيش الجلطه، ده حصل جلطه ملهاش قيمه. هل عضله القلب لسه بتشتغل بنفس الكفاءه؟ مين اللي يقول لي كفاءتها؟ بيوصلها 130، بتضخ منهم كام؟ القلب الطبيعي ضخ 70 من 130. اظن قلت الارقام 100 مره. الاند دايستوليك 130، الانسيستوليك 60. الاند دايستوليك 130، الانسيستوليك 60. 130 60 يبقى ضخ، 70 من 130 يبقى حوالي 60%، اللي هي نمرة النجاح في الطب عشان تفتكرها، عشان ينجح القلب ده. بس هنا بقى انت بتنجح بمقبول لما تضخ 60%. القلب اللي بيضخ 60% بنديله امتياز، هو ده المطلوب. ال 60% عندك مقبول، 60% عنده امتياز. ضخ اقل من كده بقى عضلة القلب تأثرت. اللاين 4-1 ده بيمثل ايزو متريك ريلاكسيشن. الفوليوم ثابت عن 60، البريشر بينزل لاولموست زيرو. يبقى كام لاين يا اولاد؟ 4. كل لاين هحب النظام تتكلم عليه في كام نقطه؟ 3 نقط. يمثل ايه؟ والعنوان بريشر فوليوم. تقول لي البريشر والفوليوم ده بيمثل ايه؟ اقولها ثالث في عجاله لان ده اهم كيرف. 1 2 بيمثل الفنتريكولار فيلينج 7-8-1. الفوليوم بيزيد من 60 لـ 130. النقطة الثانية مليليتر. البريشر اراوند زيرو. لاين 2-3 ثلاث نقط بتوع بيمثل الايزومتريك كونتراكشن. ايزومتريك يبقى الفوليوم ثابت عند 130، كونتراكشن يبقى البريشر يزيد لـ 80 فيفتح الاورتيك فالف. اللاين 3-4 بيمثل ايجكشن فيزز، ماكسيمم ايجكشن ودوز ايجكشن. البريشر بيعلى ل 120 في الماكسيمم ايجكشن وبعدين يرجع يقل، والفوليوم نقص من 130 ل 60. اللاين 4-1 بيمثل ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. خلاص الفوليوم ثابت عند 60، البريشر بيقل الى اولموست زيرو. ده اللي هو الاربع لاينز. طب الاربع رؤوس تعرف كل واحد بيفتح امتى ويقفل امتى. عشان تملى لازم المايترال يفتح، وبعد ما تملى المايترال يقفل. دول اللي تحت يبقى 1 بيفتح المايترال و2 بيقفل المايترال. عشان تيجكت لازم الاورطه يفتح عند 3 وبعد ما تيجكت يقفل عند 4. يبقى سهله، النقطتين 1 و2 بتوع المايترال و3 و4 بتوع الاورطه، شيء سهل. نيجي بقى التطبيق بتاع هذا الكلام يا اولاد. كانها مراجعه لطيفه للكاردياك سايكل بس من وجهه نظر اكلينيكيه يا اولاد. دلوقتي ايه اهميه الفنتريكولار بريشر فوليوم لوب؟ نقراها بقى سطر سطر مع بعض. ده موديفايد لينث تنشن ريليشن شيب. فاكر الكيرف؟ عشان كده انا ما قدرتش اقول الابلكيشن غير لما اقول المايوكارديال كونتراكتيليتي. لما خدنا اللينث تنشن ريليشن شيب كان في عندنا فيها باسيف تنشن، بس انا مش قصادي هيبقى دلوقتي، هتاخد وقت ان انا اجيبها، كان المفروض اجيبها اهي، بس اوريها لك هنا اهو. اللاين ده يمثل زي الباسيف تنشن، واللاين ده يمثل زي الاكتيف تنشن، كان حتى بيعلى ويرجع ينزل هنا. فاكر كان لينث تنشن ريليشن شيب، ده باسيف تنشن وده اكتيف تنشن. فهذا الكيرف هو موديفايد لينث تنشن ريليشن شيب. اللينث تنشن ريليشن شيب كنا بنعمله في ايزوليتد ماسل، في البابيلاري ماسل بس، انما ده بنعمله على الفنتريكل ككل. طب من يمثل اللينث؟ الفوليوم. الفنتريكولار فوليوم بيمثل لينث. ومن يمثل التنشن؟ الفنتريكولار بريشر. مش احنا هو اسمه بريشر فوليوم كيرف؟ البريشر بيمثل التنشن والفوليوم بيمثل لينث. طيب الكيرف اللي هو بيسموه اند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن، ده اختصارها اند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن، ده كوريسبونس تو ذا باسيف لينث تنشن ريليشن اللي هو الخط ده. لان الفنتكل وهو بيمتلئ باسيف ما
ما بينقبضش، الفنتكل بيريلاكس ريلاكس وبيتملي. فطبعا قلنا الفنتكل ده إلاستيك يا ولاد، لما بيمتلئ زي الاستيك زي في اللينث تنشن، كنا ما بنشد العضله الاستيك اللي جواها بتشد فالتنشن بيزيد، العضله ما انقبضتش يبقى ده باسيف تنشن. نفس الفكره الفنتكل لما بيمتلئ بيتشد فالتنشن بتاعه بيزيد بس هو ما انقبضش فباسيف تنشن. فالكيرف ده اللي هو الاند داستوليك الاند داستوليك بريشر فوليوم ريليشن ده بيمثل passive tension اهي. الاند داستوليك بريشر فوليوم ريليشن كورسبوندز تو passive length tension relationship. طيب زياده الاند داستوليك فوليوم كل ما يتملي البريشر جوه الفنتكل بيزيد، ده متوقع. يبقى زياده الفوليوم بتؤدي الى زياده البريشر، ما ده اللي كان عندنا هناك. زياده اللينث كانت بتزود التنشن، هنا مين بيمثل اللينث؟ الفوليوم. يبقى زياده الفوليوم بتؤدي الى زياده البريشر. لما الاند داستوليك فوليوم يزيد اكتر يتملي اكتر، الانترا فنتريكو بريشر يزيد اكتر. تخيلها كل ما الفنتكل، تخيل بالونه وبتملاها ميه، هي باسيف البالونه ما بتنقبضش، كل ما تملاها ميه الضغط جواها يحصل له ايه؟ يزيد. تملاها اكتر اللينث والفوليوم بتاعها يزيد والضغط جواها يزيد. يبقى كل ما الفنتكل اتملى دم اكتر، لانه طبعا ممكن يتملي اكتر 130 يا ولاد في الاكسرسايز، دي ارقام في الريست. لو الفنتكل تلقى دم اكتر 130 اتملى اكتر، زاد الاندستوليك فوليوم 100% البريشر فيها يزيد اكتر، بس الفنتكل ما انقبضش لسه، دي باسيف بالونه بتملاها ميه فبتشد الاستيك اليمنت فالضغط جواها يزيد. تملاها اكتر الفوليوم يزيد اكتر هو يمثل اللينس، التنشن البريشر يزيد اكتر هو يمثل التنشن. طيب بينما الاندستوليك بريشر فوليوم ريليشن، حتى شوف انا عامل لك الالوان هنا، يبقى الفرق الوحيد في ايه؟ في حرف الاس، بدل اند داستوليك هنا اند سيستوليك، لكن مازال بريشر فوليوم ريليشن. بريشر فوليوم ريليشن دي كورسبوندز تو مين بقى؟ اهي الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن دي كورسبوندز للاكتيف تنشن، يبقى دي الباسيف تنشن ودي الاكتيف تنشن. عشان كده قلنا الكيرف ده موديفايد لينث تنشن ريليشن شيب، بس بدل اللينث حاطين الفوليوم، وهو الفوليوم زي اللينث، وبدل التنشن حاطين بريشر. ده يمثل باسيف في اثناء الداستول الفنتكل باسيف، يبقى ده بيمثل باسيف تنشن، لما ينقبض بيبقى اكتف، ده يمثل اكتف تنشن. بس هناك كانت بتطلع لحد كده وعن تنزل شويه ستارتنج لو. طالب مره سالني سؤال جميل، هو ليه في الفنتكل يعني ما بنوصلش الحته الوحشه في الستارتنج لو، يعني قوه الانقباض تزيد 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 وبعدين تبتدي تضعف؟ ايه رايك انت؟ بص يا اولاد، شوف ان عظمه الخلق والخالق تملي في جسم الانسان، يدينا الحته الحلوه في اي قانون. ستارلينج لو بيقول كل ما تزود الايشا لينث يزيد الفورس ودين ليميتس، صح؟ اللي بيمنع ان احنا نوصل ليميت في الهارت ان الهارت محطوط في الكيس اللي هو التموري اللي هو البريكارديوم، بحيث عمره ما يوسع لدرجه ان من كتر ما زاد اللينث الانقباض يقل. فعشان كده انت بتلاقي الكيرف طالع، بس مفيش الحته الوحشه دي. ربنا بيدينا الحلو تملي، شفناها في الكومبلاينس. يبقى في ستارلينج بيقول كل ما يزيد الانيشال لينث يزيد الفورس، يزيد الانيشال لينث يزيد الفورس، يزيد الانيشال لينث يزيد الفورس ودين ايه؟ ليميتس. طب مين اللي منع الفنتكل انه يتخطى الليميت؟ يعني واحد بيقول لي طب الكيرف ليه مش مكمل زي اللي خدناه في اللينث تنشن؟ وجود الفايبروس بريكارديوم. شوف العظمه الالهيه. طيب عشان كده هو فهمت ليه انا طالع كده لكن ما نزلتش تاني في حاله الفنتك، عشان في الفايبروس بريكارد. اي هوب تبقوا متابعيني كويس. طيب يبقى ده كوريسبوندز للاكتيف لينث تنشن ريليشن شيب. الان سيستوليك بريشر بيمثل ايه بقى؟ الان سيستوليك بريشر البريشر بنهايه السيستول هو الماكسيموم بريشر انسايد ذا فنتكل، بس دي بنعملها تجربه ازاي بنعرف ماكسيموم بريشر؟ وين كونتراكتس isometrically against aortic clamp. يعني ازاي بنعين الاعلى سيستوليك بريشر؟ بنقفل اورطة. يبقى لما نقفل اورطة بكلامب والفنتكل ينقبض، لكن الفنتكل هو ينقبض واحنا مفروض يضخ الدم في الاورطة، احنا قفلنا الاورطة بكلامب، يبقى ما بيضخش والدم لا ينضغط، يبقى نوع الانقباض ايه؟
حجم الفنتكل ما بيختلفش، يبقى نوع الانقباض ايزومتريك. يبقى ازاي بنقيس اعلى بريشر في السيستول؟ سهله جدا، نقفل الاورطه بكلامب، ففي الحاله دي الفنتكل ينقبض ايزومتريكالي ونسجل اعلى بريشر. ده الانسيستوليك، الانسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن. ازاي بنطلع الانسيستوليك بريشر؟ في الانسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن، ماكسيمم بريشر في الفنتكل لما يكونتراكت اجينست اورتيك كلامب. خد بالك برضو كل ما الفنتكل يبملي اكتر يزيد الاند دايستوليك فوليوم، حسب ستارلينج لو هيزيد الفورس اوف كونتراكشن اللي هو الاكتيف تنشن ودي الليميتس، فيزيد الكونتراكشن يعني يزيد الاند سيستوليك بريشر. بس احنا هنا قلنا ما بنوصلش يا اولاد الليميتس. طب ايه الامبورتنس بقى بتاعه الكيرف ده؟ عندنا الاهميات كالاتي: الويت بتاع الكيرف يعني عرض الكيرف بيمثل ستروك فوليوم، اهو ستروك فوليوم، الفرق بين 130 الرسمه الاساسيه بتاعتنا يعني نجيبها احسن. الويت بتاع الكيرف عرض الكيرف بيمثل ستروك فوليوم، برضه هناخد الستروك فوليوم ده المحاضره القادمه اهو. ان الفنتكل كان فيه 130 ضخ 60، يبقى ضخ قد ايه؟ ضخ 70. ده يسموه ستروك فوليوم. ستروك يعني ايه في اللغه يا اولاد؟ يعني ضربه، الفوليوم بتاع الضربه. مش الواحد يقول جاني سان ستروك، ضربه شمس اهي. بص ادي الفنتكل لو كان فيه 130 وبقى فيه 60 فسموها ستروك فوليوم بتاع الضربه الواحده. الضربه الواحده بتضخ الفرق بين 130 و 60 70، بيمثلها مين؟ يبقى الويت عرض الكيرف بيمثل فرق بين حجم الفنتكل في السيستول وحجمه في الدياستول، الفرق بينهم اللي هو يسموها ايه؟ ستروك فوليوم، اللي هو تعريفه المحاضره الجايه. شوف مين بقى هيفتكر بحب الدقه، او ثلاث كلمات: The volume pumped by one ventricle. The volume pumped by one ventricle per beat. الضربه الواحده. ادي الستروك فوليوم. يبقى فوليوم one ventricle per beat. per beat يبقى بتاع الضربه، يبقى يسموه ستروك فوليوم. اهو. يبقى الويدث هنا بيمثل الستروك فوليوم. طب النقطه الثانيه: الاريا اوف ذا لوب. اهي الاريا اوف ذا لوب هشرحها، دي بتمثل الفنتريكولر او ستروك وورك. تعالى بقى نقراها تحت. معظم مجهود القلب يا اولاد، يعني اكتر من 90% من مجهود القلب عشان يبامب فوليوم معين في مواجهه بريشر معين. يعني ده معظم موست اوف كاردياك وورك هناخدها في محاضره لاحقه، حتى اسمه بريشر فوليوم وورك، اللي هو عشان يضخ فوليوم معين في واجب بريشر معين. دي تفيدنا في ايه؟ يبقى مجهود القلب يزيد، وبالتالي ممكن الواحد يحصل له هارت فيلير، هبوط في القلب، لو حصل حاجه من اتنين: لو ضخ فوليوم اكبر، او لو البريشر قصاده اعلى، زي الناس اللي عندهم هايبرتنشن. يبقى فهمنا طب امتى الهارت يفيل؟ هو معظم مجهوده تو بامب فوليوم معين في مواجهه بريشر معين، فيسموها بريشر فوليوم وورك. لو الفوليوم زاد او البريشر زاد، تمام؟ وعشان كده دي ليها علاج ودي ليها علاج. لو الفوليوم زاد ندي العيان دايوريتكس، مدرات للبول، ننزل الميه عشان الفوليوم يقل. لو البريشر زاد ندي له حاجه ثانيه خالص، مع الاثنين عندهم فيل، ندي له فازو دايليتور عشان خاطر الضغط يقل. ده فهم الطب يا اولاد، نبقى فاهمين طب. طيب انت الاريا بتاعت هذا الكيرف، انت بتاعت اي مربع عموما كده بنحسبها ازاي؟ بتضرب الطول في العرض. طب ما هو هنا في فوليوم تحت وهنا في بريشر، يبقى اذا الاريا بتاعت الكيرف تمثل الكارد الفنتريكولار وورك، او الفنتريكولار وورك في ضربه واحده، فيسموها ستروك وورك. في بعض الجامعات يسموها ستروك بتاع الضربه الواحده ورق. لو الاريا دي لقيتها في العين زايده، ما هي ما تزيدش، فكر معايا غير في حاجه من ايه؟ امتى الاريا دي تزيد يا اولاد؟ نفكر فيها. الاريا دي هتزيد في حاله من ايه؟ يبقى اما الفوليوم اللي بيضربه زاد، او البريشر اللي بيقابله عين، فالاريا تزيد، يا تزود العرض يا تزود الطول. فعشان كده قال لك الاريا دي تاني تطبيق بتمثل الفنتريكولار وورك،
الفنتريكولار وورك، او في ايه في ضربه واحده يبقى يسموها ستروك وورك. اهي تحت مكتوبه عندنا، يبقى موست اوف فنتريكولار وورك از بريشر فوليوم وورك. الويدث العرض بيمثل فوليوم اللي هو الستروك فوليوم، والهايت بيمثل بريشر اجينست ويتش ذا فنتريكل كونتراكتس. يبقى العرض الويدث بيمثل فوليوم بامب باي وان فنتريكل بير بيت اللي هو ستروك فوليوم. ثلاث كلمات قلنا هنقولها، الفوليوم وان فنتريكل بير بيت، احنا بنتكلم على ليفت فنتريكل. يعني لو قلت الفوليوم بامب باي ذا هارت بير بيت تاخد صفر، ده مش تعريف الستروك فوليوم. الهارت تو فنتريكلز، بس هركز في الحاجات دي في المحاضره القادمه باذن الله. يبقى الستروك فوليوم ذا فوليوم بامبد، اشوف مين هيفتكرها المحاضره الجايه، باي وان فنتريكل مش باي هارت. الهارت تو فنتريكلز كده خد صفر. الستروك فوليوم ذا فوليوم بامبد وان فنتريكل بير بيت، ثلاث كلمات، فوليوم بتاع وان فنتريكل بير بيت ده ستروك فوليوم. ده الويدث. طب الطول بيمثل بريشر، عشان كده الاريا بتاعت هذا الكيرف بتمثل ورك. طيب يبقى دول خدنا الويدث والاريا، فاضل التطبيقين دول ونقفل بكده يا اولاد. السلوب بتاع الاند دايستوليك اهو، السلوب بتاع الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن اللي هو الكيرف الاحمر ده، ده بيمثل فنتريكولار كومبلاينس. خلاص، لو الكومبلاينس بتاع الفنتريكل ال زي قلنا لما يحصل فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى ما بيوسعش، يبقى اما بيملى البريشر يزيد اكتر، يبقى السلوب يزيد. يعني كل امتلاء المفروض البريشر هنا اراوند زيرو، اراوند زيرو البريشر. لكن لو انت قابليه الفنتريكل اتساع باظت، عنده فنتريكولار هايبرتروفي تضخم ستيفنس ناشف، يبقى كل ما بيتملي ما بيوسعش فالبريشر يزيد اكتر، فالسلوب بدل ما هو ماشي كده البريشر بقى هيزيد، هيبقى كده السلوب يزيد. ده التطبيق الثالث نقراها مع بعض. يبقى السلوب اوف اند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن انديكيتس فنتريكولار كومبلاينس. دي انا عارف في بعض الجامعات عندنا مش موجوده، انا بره بندرسها انها مهمه جدا. ففي الفنتريكولار هايبرتروفي تضخم الفنتريكل بيبقى ليس كومبلاينت، ما بيوسعش. فاذا كل ما يملى بدل ما البريشر اراوند زيرو هيعلى، يبقى مور سلوب هاير بريشر ويز فيلينج. وده يحدث امتى بقى؟ في الكرونيك فنتريكولار دايليتيشن، عندهم اتساع مزمن في الفنتريكل زي مثلا في او في الهايبرتروفي بيبقى في ستيفنس. تبقى عارف الكلام ده، انا اسف، هنا الهايبرتروفي هنا زي الفنتريكولار هايبرتروفي. في اللي عنده في الفنتريكولار هايبرتروفي بيبقى انكريس لوب هاير بريشر ويز فيلينج. في المرض الثاني بقى لو العيان عنده كرونيك فنتريكولار دايليتيشن، اتساع في الفنتريكل مزمن، يبقى بالعكس واسع، هيبقى مور كومبلاينس، يبقى هيملى والبريشر ما بيزيدش، يبقى ليس سلوب. وده يحدث امتى يا اولاد؟ في الدايليتد كارديوميوباثي، مايوباثي يعني باثولوجي في الهارت ادى الى ان الهارت اتسع، او فالفار ديزيز. طب التطبيق الرابع، السلوب اوف اند سيستوليك، معلش انا كنت مركز في الكلمه اللي ناقصه فعاوزين نكملها. السلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم كيرف ده انديكيتس الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت. الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت اهي كده، احنا خلصنا، هعيدها تاني ونقفل بكده يا ولاد، بس ده مهم قوي. ده الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت اللي هو ده. السلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم كيرف ده بيمثل الانتروبيك ستيت اوف الهارت، يعني كل ما الهارت الانقباض بتاعه يبقى اكتر البريشر يزيد اكتر، انقباض اقل البريشر يقل اقل، يبقى السلوب انديكيتس الانتروبيك ستيت اوف الهارت. ويبقى للاوائل بقى لما يقول له ازاي بيقيسوا، اولا ايه هي الانتروبيك ستيت اوف ذا هارت؟ قلناها المحاضره الماضيه، قلنا الانتروبيك ستيت اوف ذا هارت اللي هو factor affecting contractility not related to change in preload or change in afterload. اللي فاكرها من المحاضرة الماضية، حاجة بتغير contractility اللي هي preload ولا afterload. طب ايه البيست اندكس ليها؟
الطالب العادي يقول الفيلوسيتي ماكسيمم من المحاضرة الماضية، الأوائل يقولوا في تو انديسز، الفيلوسيتي ماكسيمم في المحاضرة اللي فاتت في أني كيرف كان اسمه فيلوسيتي افتر لود كيرف، والسلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن، خلاص السلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن في أني كيرف في الليفت فينتريكولار بريشر فوليوم لوب، ده الأوائل. يبقى تاني هقولها في عجالة ننظمها بقى بعد ما شرحنا بالتفصيل، نقولها تاني في عجالة ونقفل بكده يا ولاد. ده واحد من أهم الأسئلة تكتب لي عليه نظري مهم السؤال، left ventricular pressure volume loop، الإجابة النموذجية اهي اسمعها بقى. في أي كيرف يا ولاد علمتكم لازم تقول لي هنمثل إيه على الرأسي ونمثل إيه على الأفقي، فهتقول طب هو اسمه بريشر فوليوم، هنحط البريشر المليمتر ميركوري في الفنتكل على الرأسي على الفيرتكل، وهنحط الفوليوم المليليترز على الهوريزونت. دي اول كلمتين. طيب ما عشرت مستعشق النظام، انت فاكرها اللوب شكله رباعي يبقى كم ضلع؟ اربعة. كم رأس؟ اربعة. تتكلم على كل واحد، تدي الاول بالاضلاع اللاين، وكل لاين هتتكلم على كم نقطة، هنعملها لك جداول رائع. ثلاث نقاط ريبريزنتس ايه، وبعدين البريشر والفوليوم، الكيرف اسمه بريشر فوليوم، يبقى كل لاين يمثل ايه وايه البريشر والفوليوم. في عجالة اللاين 1 2 النقطة الأولى بيمثل فينتريكولار فيلينج فيزز اللي هم 7 8 1 رابيد فيلينج ريدوس فيلينج اترال ستول. طيب البريشر around zero بس slightly increase، طبعا لما حاجة تكملي البريشر فيها يزيد زيادة طفيفة. ليه بيزيد زيادة طفيفة؟ لان normal الventricle يا ولاد compliant يعني بيتسع، وانت بتملاه بيتسع، فعشان كده البريشر ما زادش قوي، لان normal حاجة الحلوة الventricle compliant، طبعا ما تملاه البريشر يزيد بس يزيد slightly because of the high compliance of ventricle اللي شفناها في التطبيقات. فوليوم يزيد من 60 ل 130، 60 دي ليها اسم، دي الفوليوم في نهاية السيستول، تبقى حافظه صم الاند سيستوليك فوليوم، الى 130 دي الحجم في نهاية الدياستول اند سيستوليك فوليوم. اللاين 2 3 بيمثل الايزومتريك او الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، الايزومتريك من اسمها مش عاوز عبط، يبقى الفوليوم ثابت عند 130 contraction، يبقى البريشر يزيد ل 80 فيفتح الاورتيك فالف. اللاين 3 4 بيقول نفس ثلاث نقط، بيمثل ايه؟ ايجكشن فيزز، ماكسيمم ايجكشن في ريدوس ايجكشن، بريشر يزيد ل 120 وبعدين يقل، الفوليوم كان في 130 يقل ل 60 من الاند دايستوليك للاند سيستوليك فوليوم. اللاين 4 1 بيمثل ايه؟ ايزوفوليومتريك او ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، الفوليوم ثابت عند 60 اللي هو الاند سيستوليك فوليوم، تمام، البريشر يقل تو اولموست زيرو، ما هو لازم البريشر يقل في الفنتريكل يبقى اولموست زيرو عشان يتلقى الدم من الاتريا اللي هو البريشر في الايه. سلام بقى لو كتبت الفور لاينز دول كل واحده بالثلاث نقط ريبريزنتس ايه والبريشر ايه وبيحصل له ايه. الاربع رؤوس عند بوينت اللي تحت بتوع المايتر 1 بيفتح المايتر عشان يحصل الفيلينج، خلص الفيلينج يقفل المايتر، دول اللي تحت. طب اللي فوق 3 و 4 بتوع الاورتك، عند 3 يفتح الاورتك عشان يحصل ايجكشن، عند 4 خلص الايجكشن يقفل الاورتك. يا سلام بقى لو الاربع لاينز والاربع رؤوس وتحط لهم بقى الاربع ابلكيشن بعد ما تشرح الحته اللي فوق اهي، تبقى حاجه رائعه. نقول الاول اربع ابلكيشن عشان يبقى 4 4 4. الويت العرض هو الفرق بين الاند دايستوليك والاند سيستوليك اللي هو الستروك فوليوم، وايه تعريفه؟ قلنا ثلاث كلمات، الفوليوم بامبد وان فينتيكل بير بيت بالضغط ضرب، عشان كده سموه ستروك فوليوم، اللي هو بيساوي ايه معادله تاريخيه في الطب، اند دايستوليك فوليوم 130 ناقص اند سيستوليك فوليوم اللي هو 60، يبقى بيضخ نورمال 70 دورينج ريست. دورينج ريست يا اولاد الكلام ده دورينج ريست. طب الاريا بتمثل فينتريكولار وورك او ستروك وورك، الجهد بتاع ضربه واحده، لان مجهود القلب بيبذله ليه بقى؟
to الورك to pump certain volume في مواجهة certain pressure فيسموها pressure volume work. الوقت بيمثل volume. طب الارتفاع بيمثل pressure. الوقت بيمثل volume ولا stroke volume. والهايت بيمثل pressure. يبقى اذا الاريا بتمثل work. لو الاريا زادت يبقى الهارت ده بيعمل مجهود زيادة يبقى eventually هيجيله heart failure. نيجي الأصعب بقى. يبقى خدنا الويدث والاريا. ناخد السلوب بتاع الاند ديستوليك والسلوب بتاع الاند سيستوليك. اهم ده السلوب بتاع الاند سيستوليك ديستوليك وده السلوب بتاع الاند سيستوليك. السلوب بتاع الاند ديستوليك ده بيمثل بيميجر الكومبلاينس بتاع الفين قابليك الاتساع لانه لو بيوسع كويس البريشر ما يعلاش يبقى هاي كومبلاينس. زي فين في امراض بتزود الكومبلاينس قلنا فاكر لما قلنا اي حاجه واسعه بيبقى ماليش دعوه بالالاستيستي انه مرض زي الانفيزيما الكومبلاينس بيزيد. هنا اللي هو الكرونيك دايليتد فينتكل الفينتكل هو كرونيكالي دايليتد يبقى هيشيل دم كتير من غير ما البريشر يزيد يبقى الكومبلاينس عاليه. ميزه مش لازم المرض يبقى كله عيوب في الكرونيكالي دايليتد فينتكل الكومبلاينس بيبقى عالي. لكن لو الفينتكل ما بيتسعش ستيف ناشف زي في الهايبرتوفي فينتيكو هايبرتوفي بالعكس هتلاقي وهو بين البريشر يزيد قوي يبقى السلوب يزيد اهي. يبقى السلوب اوف اند ديستوليك بريشر فوليوم ريليشن انديكيتس فينتريكولار كومبلاينس وتدينا حاله بيقل في الفينتيكو هايبرتوفي بيبقى الفينتيكل ستيف ليس كومبلاينس يعني هيملى البريشر يزيد فالسلوب يزيد هاير بريشر از فيلينج. وحاله فيها مرض بس الكومبلاينس حلو لانه دايليتد كرونيك فينتريكولار دايليتيشن زي الانفيزيما مرض اتساع الرئه كان بيزود اللانج كومبلاينس مرض اتساع الفينتيكل كرونيك فينتريكولار دايليتيشن بيدي مور كومبلاينس يعني ليس سلوب هو مرض بس اللي هو زي في الدايليتد كارديوميوباثي او فالف ديزيز. طيب اما السلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن اهو ده it indicates ايه الانتروبيك ستيت اوف ذا هارت. وبالتالي في سؤال داخل سؤال يبقى عندك كام حاجه في الطب بتانديكيت الانتروبيك ستيت اوف ذا هارت. الاول مين هم الانتروبيك؟ قلت حاجه بتغير الكونتراكتيليتي دي اول كلمه. تاني كلمه not related to change in preload. تالت كلمه not related to change in afterload. تبقى حافظها صم الحاجات دي على اطراف الاصابع للاوائل. انتروبيك حاجه ريليتد تو كونتراكتيلتي لا هي متعلقه بالبريلود ولا هي متعلقه بالافترلود. ايه الانديسز بتوعها؟ اثنين في الطب. الفيلوستي ماكسيمم في اني كيرف؟ في الفيلوستي افترلود كيرف. الفيلوستي ماكسيمم في الفيلوستي افترلود كيرف. والسلوب ودي الاصعب بقى للاوائل قوي اوف اند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن ده في الليفت فينتريكولار بريشر فوليوم لوب. اما ازاي بيتعمل بنقوله طبعا بره ازاي الكيرف ده بيتعمل بس يعني مفيش داعي ازود عليكم قوي يعني كيف بنعمل الكيرف ده. وبعدين طبعا بعد ما قلت الاربع لاينز والاربع رؤوس والاربع تطبيقات اهي 4 4 4 عشان تاخد الحاجه فوق الفول ماركت ادوها لك تشرح الكلام اللي فوق ده من الاول ده قبل ما تبتدي الكلام ده يعني قبل ما تبتدي الاربعات الثلاثه دول تشرح ايه فكره الفنتريكولار بريشر فوليوم لوب ان ده موديفايد اهو بس نعدلها كده ده موديفايد لينث تنشن ريليشن شيب. تاني كنا بندرسه في بابيلاري ماسل اجوريتد ده بندرسه على الهول فنتكل يبقى التطبيق احسن. طيب من يمثل اللينث الفوليوم الفوليوم يمثل اللينث ومن يمثل التنشن الفنتريكولار بريشر. طب الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن اللي هو الكيرف اللي خدناه اللي تحت ده كورسبوندز تو ايه؟ تو ذا باسيف لينث تنشن ريليشن. كل ما زاد الفوليوم الاند دايستوليك فوليوم اللي هو اللينث بيزيد التنشن الانترافنتيكال بريشر. طب والاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن خد بالك الفرق هنا اند دايستوليك هنا اند سيستوليك عامل لك بالالوان مفيش اجمل من كده. ده كورسبوندز للاكتيف لينث تنشن ريليشن شيب. خلاص؟ اللي هو ايه ازاي تحسب الاند سيستوليك بريشر؟ ايه هو الاند سيستوليك بريشر قوي؟ هو الماكسيمم بريشر جوه الفنتكل امتى؟ لما تقفل الاورطه اورطه الكلام فالفنتكل كونتراكت
من غير ما حجمه يتغير، لان الدم لا ينضغط كونتاكت ازوماتيك. ده تعريف صعب. الانستوليك بريشر ده ماكسيمم بريشر انسايد فنتيكل لما يكون تراكت ايزومتريكالي بس في اورتيك كلام. برضه زياده اللينث اللي هو الاندستوليك فوليوم لما يكملي اكتر حسب ستارلينج لو يكملي اكتر هيزيد الفورس اوف كونتراكشن وبالتالي الانستوليك بريشر ودين ليميتس. بس هنا مفيش ليميت ليه؟ انا فاهمتها لكم بيني وبينكم عشان في فايبرس بريكاردم بيمنع انها تتخطى الليميت. يبقى لو جالي سؤال فنتريكولار بريشر فوليوم لوب اقول هذه المقدمه الرائعه. هنزل لكم الدياجرامز باذن الله تصوروها. وبعدين الثلاث اربعات فور لاينز اربع رؤوس وبعدين فور ابلكيشنز الويدث والاريا 2 والسلوب بتاع الاندستوليك والسلوب بتاع الاند سيستوليك. ده الاجابه النموذجيه لسؤال فنتريكولار بريشر فوليوم لوب موديفايد لينث تنشن ريليشن شيب. الفوليوم يمثل اللينث، البريشر يمثل التنشن، الاند داستوليك يمثل الباسيف لينث تنشن ريليشن شيب، الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن يمثل اكتيف لينث. في الحالتين لو مليت الفنتكل اكتر الباسيف بريشر يزيد والاكتيف بريشر كمان يزيد لانه هينقبض اقوى. بس ودي الليميتس ما عندناش هذا الليميت. ثم فور لاينز اربع رؤوس بيقفل في كل لاين تشرح ثلاث نقاط. احب النظام جدا يا ولاد، ما عشقت مثل عشق النظام. ريبريزنتس ايه؟ والفوليوم والبريشر. وبعدين تشرح اربع رؤوس، الاثنين اللي تحت بتوع الميترال امتى يفتح امتى يقفل، والاثنين اللي فوق بتوع الاورتيك. ثم اربع تطبيقات الويدث مع الاريا واخدهم لك مع بعض، والسلوب بتاع الاندستوليك والسلوب بتاع الانستوليك كل واحد انديكيتس ايه. انا عارف ان ده موضوع صعب بس نظمناه سهلناه وضبناه وما عشقت مثل عشقي للنظام. وسعدت بلقائكم واتمنى اكون افدتكم. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله وألقاكم بإذن الله قريبا. شكراً.